ما بين توشاك وشافين، انما قال توشاك لا مجال اي لاعب في الوداد اذا لم يكن منضبطا حتى ولو يحمل اي اضافه كيفما كانت لفريق الوداد البيضاوي. نفس الشيء بالنسبه لاوندام الكونغولي، على ما يبدو قدم اعتذارا رسميا للوداد، والمؤكد الميركاتو القادم اوندام في القلعه الحمراء لثلاث سنوات، ولا احد يشكك ابدا في ما يمكن ان يعطي هذا اللاعب من اضافه كره للوداد، تمشي عند وليد القرطي، يمر عبد اللطيف نصير، نصير ارسال مباشره للحارس، مباشره للحارس، لان كل تقديرات هذا الحارس تكون موفقه بسرعه، تمشي عند عدنان سرحان، عدنان سرحان يمرر، جيفرسون يتوصل، عملت واحد اثنين، جيفرسون القوه الضاربه لفرق الكوكب يا محنا والحكم، ضربه خطا يقول بعد هذه المطارده ديال اللاعب ابراهيم نقاش في خط الوسط. جيفرسون امامكم، لاعب برازيلي محطات متعدده في الدوري الوطني لكره القدم، هادئ القوة الكبيرة أي مهاجم، وأنه ما ينفعش أنه معرض للضغط، العرقلة، الخشونة، أشياء عديدة تقع، إنما المهاجم الفعال والذي لا ينفعل ليحافظ على هدوءه التام وعلى تركيزه التام ليكون في الموعد أمام الشباك. كرة مراكشية تمشي للوسط، جيفرسون جميلة، يمكن يمر عرضية، عنده حلول كثيرة، عنده حلول كثيرة، محاصر بالعطوشي، كرة في طريقها للسقاط، الكونترا صحيح لوليد القرطي، يمر عرضية تمشي عند عبد اللطيف نصير، الكوكب رهيب على المستوى الدفاعي، ديفونس افونسي، دفاع متقدم يرخم الوداديين على بذل قصارى الجهود لاختراق خط الوسط الرصين والرهيب ديال فرق الكوكب المراكشي. الكوكب تلعب الان ب 4 4 2 ويمكن تمشي 4 5 1 ما يتركوش مساحه لعب، لان هنا قراءه المدرب هشام الدمعي كيلعب باقتصاد، ولكن يمكن ينكمش، ولكن يمكن يندفع اذا ما دعا الضروره ذلك، انما المؤكد الان احتراس كبير وتخوف كبير من الفريقين. كره في طريق هشام العمراني، متوسط سن الفريقين تقريبا متوسط اعمار 25 سنه، يعني لا خوف على الوداد وعلى فريق الكوكب على المدايين، على الاقل على المدى المتوسط. الان انجو ستاتيك، يعني لاعب لا يبارح واحد مستوى معين كمنقوش بطيء، ولكن فيه تخوف كبير. تمشي الكره عند يوسف رباح، يوسف رباح لوليد القرطي، القرطي رباح من جديد، نقول ونكرر، رباح هو كيلعب مدافع اوسط، اليوم كيلعب طاهر ايمن وعبد اللطيف نصير، تبادلوا الادوار، تبادلوا الادوار، هنا غير رجع نصير، مشى دابا عبد اللطيف نصير رجع كمدافع ايمن ومشى كرجل اضافي في قلب دفاع فريق الوداد الى جانب العمراني والعطوشي، يصبح لاعب استرجاع هو اللاعب يوسف رباح. كره مراكشيه، تبادل الكره، وليد اللاعب جمال برارو حول المرور، وليد القرطي مستخلصة، ابن السابق لاعب المنتخب الوطني الاولمبي، ابن بنيه خريبكا 19 سنه، ابراهيم النقاش يتوصل، يمر لغوستافو، اخطا الوجهه مباشره لزكريا الملحاوي مع الحارس بدر الدين بن عاشور، مع الحارس بدر الدين بن عاشور، التقاط بهدوء، التقاط بهدوء، يوسف رابح من جديد، إعادة بناء من الحارس، تقريبا نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر، نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر، ارتقاء للمنصور، منصور النقاش، النقاش للنصير، نصير عبد اللطيف، غارق في اللعب الفردي، غارق في اللعب الفردي، يعني بعض الفترات بعض اللاعبين تكون الامور على درجه عاليه من السلاسه، ولكن بعض اللاعبين يسقطون في فخ تعقيد اللاعب، يخرج على منظومه اللاعب وعلى النسق العام ديال المرسوم من طرف المدرب، ويدخل بعض المتاهات، الشيء الذي يمكن ان يفقد بعض المقابلات في بعض فقرات الفعاليه والنجاعه المطلوبه. كره وداديه عند لاعب هشام العمراني، قريب له امين العطوشي، الموسم الثاني حتى ولد من الكبار، ابن منتوج مدرسه الوداد، منتوج مدرسه الوداد والرجاء، عليهما ان يسقطا، لانه فيما مضى مدرسه الوداد والرجاء والفرق الكبيره، النادي القنيطري والمولوديه والجيه والمغرب الفاسي، كانت كتفرخ عشرات المواهب، والشيء ما بقاش حاصل الان، الكل يبحث عن اللاعب الجاهز، واثمنه مهمه، هنا رساله مشفره للفئات الصغرى لكل فرق للاشتغال، خصوصا الفرق الكبيره اللي عندها امكانات مهمه. كره وداديه مباشره للحارس، مباشره الحارس، يعني لما نقول الوداد سبق لي قلت عشرات اللاعبين من الكوكب، لما نقول الوداد نقول يعني نجوم كثر ولاعبون غيتذكرهم التاريخ،
يتذكرهم تاريخ، من ضمنهم بالمحشوب، من ضمنهم بريجة، العربي أحرضان، الزاكي، مرحوم بيتشو، يعني لاعبون كثر، صحيته كثير كثير، ما عشرات اللاعبين. ولكن بمناسبة تحية قدماء اللاعبين للكوكب ولفريق الوداد، التاريخ سيتذكركم بالعطاء وبالألقاب. يعني الفرق الكبيرة دائما تبقى كبيرة، والوداد لا داعي لتقديم الريادة على المستوى الوطني والعربي والإفريقي. الوداد الآن تستعين بالكفاءات السابقة، تستعين بالكفاءات السابقة، ومن أول المستقطبين اللاعب الأسطوري للوداد وأفضل لاعب أجنبي مرة في تاريخ كرة القدم المغربية السنغالي المرعب مصنطاو، اليوم هو في مدرسة الوداد ليرتب البيت الوداد وكان مستوى فريق الأمل. نفس الشيء بالنسبة للعديد من اللاعبين الآخرين، لويسي وآخرون في الطريق للالتحاق بالقلعة الحمراء وإعطاء الإضافة. هنا الفرق الكبيرة لا تنسى أبناء أبدا، فيما الوداد تبحث عن الإضافة، كرة في طريق النقاش، مقابلة صارمة، مقابلة صارمة تفتقد للأهداف، تفتقد لفرص التهديف، لأنه صارمة تكتيكية. هذا واحد من إمدادات هجومية، مش عبد اللطيف نصير ضعيف في الإمداد، قلت في أكثر محطة عبد اللطيف نصير ضعيف في الإمداد على المستوى الهجومي، الشيء الذي يفوت العديد من الفرص ودفاعيا عنده إمكانات مهمة، إنما هجوميا يفتقد للمسة الأخيرة، وهذا هو الدور ديال الظهير سواء يكون أيمن أو أيسر، الشيء الذي يفقد الفريق الوداد في بعض الإمدادات الهجومية. النقاش لعب خط وسط استرجاعي، إنما حتى الآن بدون خطأ لعب النقاش. هنا تجربة 32 سنة من جديد، تدخل المدافع منصور عبد الإله العمراني من جديد، إيقاع يمكن نقول تجاوزا متوسط، نترقب الإضافة، تبادل كروي، الحكم يقول ضربة خطأ، الحكم يقول ضربة خطأ، تنفذ بسرعة، تمشي عند وليد القرطي، وليد القرطي لمن قريب له بالرابح، عنده حلول كثيرة، يتوصل عبد اللطيف نصير، نصير لمن بالكعب وليد القرطي، كيف السبيل للمرور، القلعة الحمراء المراكشية أقفلت كل الممرات، محصنة أمام مرمى الحارس عبد العلي محمدي، الحكم يقول ضربة جزاء، ضربة خطأ عفوا لفائدة فريق الكوكب، لفائدة فريق الكوكب المراكشي. فيما عودة الدفع لمدرجات الوينرز، عودة الدفع لمدرجات الوينرز، حملوا مختلف وسائل تشجيع أمامكم، وكأني بالوداد تناقش المقابلة بالمركب الرياضي محمد خان بالتربيطة وليس بملعب مراكش الجديد. أنا أي فريق يتمنى يكون عنده جمهور بهذا الشكل، منظم بهذا الشكل، ومهيئ بهذا الشكل، ومجهز بهذا الشكل، لأنه المعروف على أنصار الوداد ما تخلقوش مشاكل لما ينتقلوا، كينتقلوا بكل اللوجيستيك الممكن وبكل إمكان ممكن، وكيحركوا حتى الدورة الاقتصادية. واش اللي حصل منذ مساء الأمس في مراكش؟ في حركة دؤوبة، في ألفة مع أنصار الكوكب. أنا كتلقى الرياضة يمكن تفوز الوداد ولا تفوز الكوكب ولا يتعادلوا، ما تمشي الكوكب للتربيطة وتجي الوداد لمراكش، وتستمر الرياضة والروح الرياضية الكبيرة ما بين الفريقين. كرة ودادية تمشي عند وليد القرطي، بلد غوستافو أرجنتيني، محاولة المرور عبر الأطراف، تمشي عند ياسين الكردي، يمرر مباشرة للحارس، مباشرة للحارس، وإيفونا هذا لاعب كابوني قوي جدا، ربما يكون بلاك تورنوت في المقابلة. والآن عنده إمدادات، كيمرر له مجموعة من النصائح للمدرب طوشاك اللي يدخل الآن لمناقشة مقابلة في الوقت اللي بلال الصوفي وبكاري كوني في حركة سخينية وراء مرمى الحارس الودادي بدر الدين بن عاشور، فيما الكرة في الوسط تمشي عند العياطي، العياطي لجمال برارو، برارو قريب للملحاوي من جديد، ليس هناك خطأ، ليس هناك خطأ، كرة في طريق الوسط، محاولة الصعود، هذا عميمي عبد الإله، ولكن الحارس يقيد، الحارس بن عاشور يقيد، يمرر بسرعة تمشي عند رضا الهجهوج، الحكام يقول ضربة خطأ، الحكام يقول رضا الهجوج. نشاهد هذه المقابلة، 20 سنة رضا الهجوج كان عنده الاحتكاك مع واحد من المخضرمين عبد الإله منصور، لعب سابق العديد من الأندية الوطنية، والآن في سن الثالثة والثلاثين، فيما آخر يعني التسخينات والإحماءات للاعب الكابوني إيفونا، اللاعب الدولي الكابوني اللي غيدخل الآن لمؤازرة خط أمامي الفرق، وأغلب أغلب أغلب الظن غادي يدخل مكان الأرجنتين كوستافو، هذا فقط فرضية، ننتظر ما سيحصل. تدخل الدفاع من جديد، النقاش، تبادل كروي، مشى وليد القرطي، عملت واحد اثنين اندو من طراز رفيع، ترجع من جديد عند نصير، نصير مازال يفعل هنا بالكعب، تمشي عند النقاش، النقاش يمرر،
الحكم يقول وصلوا بالجمال برارو يمرر تمشي عند جيفرسون، جيفرسون يتوصل ولكن هناك يقظة كبيرة لأميل عطوشي. أميل عطوشي آخر استعدادات إفواري إفونا بالعفو القابوني إيفونا 25 سنة كرة مراكشية. جيفرسون مستخلصة تمشي عند رابح وليد القرطي يرجع عند بالرابح محمد عميد فرق الوداد. هناك حر انطلاقا عبد اللطيف نصر يتوصل بطء يدب لأقدام بعض اللاعبين، بطء يدب لأقدام بعض اللاعبين شادوا فوتوا الفرصة. ما كاينش واحد النجاعة كبيرة الكوكب ولا فرق الوداد على مستوى الإمدادات الهجومية. يلزم اللاعبين العديد من التمريرات لإيجاد إما الحلول أو أنصف الحلول، لأن المقابلة على درجة عالية من التعقيد على المستوى التكتيكي. يعني هنا الوداد تناقش مقابلة بشكل عرضي أو دائري لأنه تم تغييب خانة الوسط، وصعب على الوداد يمر من الوسط لأن الكوكب تلعب بأغلبية عددية. مستخلصة تمشي من جديد، هناك عمر منصوري، جيفرسون البرازيلي نشيط لاعب ما كيضيف ما كينقص، كيلعب أسلوب سيريس، كيلعب أسلوب سيريس بيون أفون بيون أفون بيون أفون رجل أمامية خطأ واضح. هذا يوسف العياطي لاعب سابق للمغرب الفاسي، لاعب سابق وهدوء تام لأنصار فرق الكوكب في هذه المقابلة. متناطرين في ثلاثة أربعة الملعب، إنما 90% من أنصار الوداد هم وراء الآن وراء مرمى حارس فريقهم بدر الدين بن عاشور. كرة للكوكب عبد الإله منصور قريب له خالد سقاط. سيناريو متشابه تقريبا 95%، دفاع متقدم لكلا الفريقين، ضغط أكثر من لاعب على حامل الكرة، الشيء اللي يغيب ما نقولش تغيب الفرص والنجاعة ديال الفرص وفعالية الفرص. ما نقولش بطء ولكن الصرامة التكتيكية ديال المقابلة هي اللي فرض الإيقاع وهذا المستوى. نيديا في خط الوسط ليس هناك خطأ، وليد القرطي يتخلص من الرقابة يمر لعبد اللطيف نصير محاولة المرور إنما مستقبل حسين عطو. الكرة وصلت لوليد القرطي من جديد، صعوبة كبيرة صعوبة كبيرة وعودة السيناريو من جديد، عودة السيناريو من جديد من المنطقة الخلفية. يعني إيقاع هنا الوداد الآن حتى الآن مازال ما وجدش الحل. المفتاح عند مدرب طوشاك، المفتاح عند مدرب طوشاك. باقي اللاعب إيفونا في آخر استعداداتها مقربة من بنك بدلاء فرق الوداد، ربما في آخر استعدادات للدخول لإعطاء المؤازرة اللازمة. الحكم يقول عملية الدفع من الخلف لغوستافو الأرجنتيني. كرة قدم مغربية يعني في حاجة ماسة، لاعبين أجانب من عيار انتقال. يعني اللاعب لما يجي أجنبي يلزم يعطي إضافة ويكون عنده إمكانات اللي ما عندش كثير من اللاعبين المغاربة باش يعطي إضافة ويكون قدوة لباقي اللاعبين. حتى الآن هذا الأرجنتين غوستافو مازال ما قلعش في المقابلة، بالتأكيد فتح له المجال طوشاك. يلزمو يجتهد كثير باش يوجد نفسه مكانة، لأنه الآن اللاعب الرسمي في الوداد هو اللاعب إيفونا اللي يدخل الآن، إنما المؤكد طوشاك لازال يجرب في بعض المراكز والثمن غالي وغالي جدا داخل القلعة الحمراء للوداد. كرة كوكبية تمشي عند في الممر أيمن حول المرور 5 متر و50 مكان من سيدخل، هل سيلعب مركز بمركز؟ سنعين ماذا سيحدث، سنعين ماذا سيحدث الآن. ربما غوستافو على أين، سنعين من سيغادر رقعة الملعب. عبد اللطيف نصير من جديد، عبد اللطيف قريب لوليد القرطي، وليد القرطي وصل ألعاب. إنما اليوم ما نقولش غائب ولكن ما مقدمش الفعالية المنتظرة. كرة للوداد محاولة المرور للهجهوج، محاصر من طرف الدفاع، بعض الأخطاء كثرت بعض الأخطاء. الآن سيناريو آخر، هنا دهاء مدرب لما استشعر الدميع بأن الإيفونا غيدخل الخط الأمامي ديال فريق الوداد، غيدخل البرتغالي نيلسون سيزار مجرب 34. بالفعل غوستافو يغادر، غوستافو يغادر مركز بمركز. غتبقى المقابلة بنفس السيناريو، غادي يدخل مدافع آخر في الكوكب
ربما انا يحصل المقابله. هنا الدميه غادي يلعب احتراز، غيتخوف انه غير اصبح الخط الامامي رهيب لفرق الوداد. ايفون عنده امكانات كبيره، خروج جوستافو مهاجم وسيدخل المدافع مكان من ربما غيضحي بلاعب خط الوسط وخط امامي على انسان عين من سيحدود. ولكن الاجابه الصحيحه متواجده الان في المفكر المدرب هشام دبيعي. كره مراكشيه، هذا لاعب جيفرسون انما خارق هو الاخر في اللعب الفردي، فيما انصار الوداد في لحظه انتشاء وفي مؤازره مطلقه للاعبين في هذه المقابله. هي العلامة الكاملة للأنصار والجمهور الحاضر في هذه المقابلة. إذا خرج مهاجم كما قلت غادي يضحي إما بلاعب خط وسط المهاجم، خرج مهاجم اللي هو اللاعب عمر المنصوري ويلعب أكثر عددية مستوى الدفاع غيأمن المقابلة. هنا وكأني بالمقابلة كقطعة شطرنج، يعني يلزم لما توضع القطعة توضعها في مكان صحيح. هنا نقاش مدرب مع مدرب ماشي غير غادي يغير، يعني لكل شيء عنده النقيض هو اللي حصل في المقابلة. يعني سنعاين هذا السيناريو الرهيب ما بين لاعبي الفريقين وهذا الذهاء التكتيكي ما بين المدربين. وقلت طوشاك مع هشام دميعي في هذه المقابلة فاس فاس وجه لوجه، ومن سيفوز؟ هل تجربة طوشاك أم فتوة ودهاء المدرب الذي يرسم لنفسه مساحة ضوء بهدوء ضمن الكبار الذي هو المدرب هشام دميعي؟ هادئ كما عدته دائما لما كان لاعبا دامج الأخلاق، منزوي لما متفهم وناضج، وأحسن ما فعل المراكشيون أنهم أبقوا على ابن الدار، والدليل هذه النتائج الطيبة التي قدمها منذ الموسم الماضي وهذا الموسم في وقت مقصلة الإقصاء أو الإقالة، يعني أتت على الأخضر واليابس خمسة المدربين في الأوت. الآن تونسي لطفي غادر أسفي وعرج على تونس، جزائري بن شيخة مقامه ضمن القلعة الخضراء لم يدم إلا ثلاث دورات، والرجاء فريق من عيار كبير. الركراكي ابن سيدي قاسم لم يعني يبقى بالحسيمة، اليوم هو بمدينة خنيفرة وكان هنا ربما انهزم أمام فريق أولمبي خريبكا بهدف الصفر. خيري غادر قلعة سبو بعد سلسلة نتائج متواضعة، وعوضه ابن سلا هشام الإدريسي الذي تنتظره يعني أو ينتظر عمل شاق داخل فريق النادي القناة. يعني حتى إقالة مدربين في جوج ثلاثة أربعة خمسة دورات تبعت على التقزز وتبعت على وضع علامة استفهام مثيرة للاستغراب، وكانت من ضمن النقاط التي ناقشتها ودادية مدرب هنا مراكش مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القشاع. يعني هناك مطالب للمدربين من حكم ذلك، وهناك كذلك بعض الضوابط لازم ينضبطوا بها المدربين. يعني انا اجد بانه هناك لعبات مدرب دوري مغربي يدور على اربعه ثلاثه خمسه فرق موسم واحد، هذا اسمي انا لعبات اسمي لعبات. والجاره اسبانيا لما يغادر مدرب قسم اول في الدوري الممتاز ديال الليغا يمكن يمارس في القسم الثاني ولكن مشيش فرق اخر في القسم الاول. هنا غادي نرجع غادي نشوف كم من مدرب متوفر عليه من عيارين كبيرين في كره قدم للنخبه، نفس اسماء متداوله هنا وهناك. هنا الخصاص المهول، هنا النقطه المثيره للجدل اللي يمكن هنا نوسعوا القاعده ديال اللعيبه. كاين اطر، هناك اطر من مستوى عالي يمكن نفسحوا المجال نفس الشغل. كره القدم المغربيه اليوم في القسم الاول والثاني محتاجه، والفئات الصغرى من المستوى الرفيع والمراكز والعصاب محتاجه لواحد 300 و400 اطار عالي وعالي جدا، وهي النقطة اللي خصني نشتغلوا عليها ودات المدربين والجامعة الملكية لكرة القدم والأندية تضافر جميع الجهود باش نرجعوا. إذا ما كانش مدربين مستوى عالي ما نقولش أنه كرة النخبة حتى الفئات الصغرى ما يمكنش نلقاو منتوج، ما نلقاوش لاعبين معيار كبير وفي ذلك خدمة حتى للفريق الوطني ومختلف المنتخبات الوطنية ومختلف الفئات العمرية. هذا موضوع شائك ويلزموا جلسات ويمكن مناظرة، لما لا مناظرة رياضية وطنية. هني اللي فيما هذا الداهية طوشاك هادئ هذا خلق العجب العجاب في الملاعب الانجليزيه، وجاور الفريق الاسطوري ديال ليفربول اللي كان كيدربوا المدرب الاسطوري بوب بايزلي، وحمل القميزه منتخب بلاد الويلز بلاد الغال 41 مناسبه، وعرج على سبعه ديال الاقطار، وافضل فريق دربه طوشاك هو الفريق الاسطوري ديال العاصمه الاسبانيه ريال مدريد. نقول ريال مدريد اختزل كل شيء، ولكن المؤكد الان وانه طوشاك داخل القلعه الحمراء للوداد، يحاول ترتيب البيت الودادي واعاده توهج القلعه الحمراء، فيما هذا يوسف رابح للنقاش. يمكن نقول الفريق غير سجل هدف، الوداد ولا الكوكب
يمكن يكون حسم النتيجه وغنشاهدوا صرامه اخرى ونديه اخرى في الدقائق المتبقيه من عمرها ديال المقابله التي تصل الدقائق 65 فيما نعاين ماذا سيحدث. التمرير الهجوج الكونترول غير صحيح، الكونترول غير صحيح، وهناك طبيعة حال الاستعدادات على قدم وساق للمونديالتو. ملعب المركب الرياضي الامير مول عبد الله خضع لشهور عديده لاصلاحات صح الان يمكن نقول تحفه رياضيه. هذا نداء جمهور كره القدم، نداء جمهور كره القدم تحافظ على الايقونه الملعب الايقونه ديال الرباط، لانه صراحه غادي يكون يحتضن يعني المحطات الرياضيه بارزه من ضمن منافسه كاس العالم وكاس افريقيا للامم اذا ما نظم ببلادنا بمشيئه الله. يلزم الحفاظ على كل مرافق ديال الملعب انه تعطي واحد الصوره حضاريه لبلادنا، فبالتالي الملعب ديال الرباط الان اصبح ايقونه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. فيما المقابله متواصله تم الكونترول حول المرور، غيكون انذار ثاني، انذار للعطوشي، امير العطوشي توصلوا بانذار. تقبل القرار بصدر الرحب، تقبل القرار بصدر الرحب بعد محاوله الانزلال. امامكم الان عميمي عبد الاله، واحده من الانزلالات انما التاكل التاكل يستحق عليه انذار امير العطوشي. الحكم حتى الان ضبط ايقاع المقابله، وانصار الوينرز وانصار الوداد لم يكف عن التشجيع منذ بداية المقابلة حتى الآن، لم يكف عن التشجيع منذ بداية المقابلة حتى الآن. فيما هناك باكاري كوني الإفواري ربما دوزيام شونجمون تغيير تاني في المقابلة، خروج الحارس بدر الدين بن عاشور يمرر بسرعة، بدر الدين بن عاشور يعني نرفزة يمكن نقول غير مبررة للحارس، نرفزة غير مبرر للحارس. المقابلة تدور جو رياضي أخوي، ما كانش عليه صحيح، هناك عرقلة ما تركش له المازال باش يمرر يمد اللاعبين بالكرة الحارس، إنما الحارس كان اصطدام أحد اللاعبين قريب الحكم. هنا إعادة، هنا خرج تراجيكتوار صحيح، هنا بغى يمرر الوليد القرطي، هنا مع نيلسون، هنا غيجي عنده العياطي، بعد ذلك لاعب آخر الدفع مع اعطى الحكم. انا كاين قانون كيحمي اللاعبين، اعطى الحكم الامتياز هنا غادي يعمل عمليه الدفع باليد امام الحارس منصور عبد الاله. على اي الحكم قريب يحاول تهدئه الاوضاع واعاده المقابله لمجرى الطبيعي في الوقت اللي كان وصل الدقه 67 هنا في ملعب مراكش الجديد. صفر لمثل ما بين الكوكب والوداد في مقابله صارمه تكتيكيا والاقرب للمرمى في ثلاثه المناسبات هو فريق الوداد خصوصا في الشوط الاول. لما حتى الان روح رياضه كبيره وتنبيه شفاهي من حكم مقابله للحارس الودادي بدر الدين بن عاشور وعبد الى منصور مدافع فريق الكوكب مراكش. ونذكر بان دخول نيلسون البرتغالي للصفوف الكوكب اللي دخل منذ حين اختشرت العميد من المدافع الاخر عبد الاله منصور، لانه اصلا هو العميد الرسمي لفريق الكوكب المراكشي. سفيان العلودي اخر استعدادات على مخربه من الحكم الرابع، ورقه اخرى سيلعب بها المدرب هشام الدمعي. دخل مدافع مجرب ودخل الان غيدخل مهاجم مجرب. هنا مقابله يعني كان يبان لقاء في الشطرنج، يعني القطع توضع في الخانه الصحيحه، اي هفوه يؤدي لها اي فريق ثمن غالي. واش اللي الان مازال ما وقعش في المقابله لانه التكافؤ ربما راضي الطرفين الان. لما يسجل هدف اي فريق سجل هدف يمكن يحسم المقابله بنسبه مئويه كبيره، لانه غادي خساره كبيره الان. باكاري كوني يدخل مكان رضا الهجوج، رضا الهجوج يغادر، خروج مهاجم ودخول مهاجم. قدم مباراة مهمة، يخرج تحت عاصمة تصفيقات، إمكانات مهمة لهذا اللاعب الهجوج. إذا ما شغل بهدوء وبثبات وبتأني يمكن يكون عنده شأن كرويا، ولكن في مستقبل السنوات كثير من اللاعبين انتهوا مبكرا
فعل نجوميه زائفه ونجوميه يعني فقط تترقص في مفكرتهم، فتاهوا في وسط الطريق. الشيء اللي ما نتمناش يوقع لاي لاعب موهوب في الدوري المغربي لكره القدم. دخول العلودي، ماذا سيضيف؟ ماذا سيضيف العلودي للقلعه المراكشيه؟ كره لجيفرسون، نشاط جيفرسون. يمكن ما يظهرش كثير في البث النهائي المقابله، انما يمكن نقول جيفرسون حرت المقابله طول عرضا. العلودي يتوسط، العلودي مرر مستخلصه تمشي عند بالرباح، بالرباح قريب منه وليد القرطي. كل شيء ورفه المقابله، كل شيء ورفه المقابله. وليد القرطي لمن قريب له النقاش، النقاش قريب له الكوني. كوني الان لاعب محوري، عنده مهارات رهيبه، مهارات رهيبه. ياسين الكردي يتوصل، محاوله المرور. كيف السبيل، كيف السبيل فيما ايفونا محاصر من طرف نيلسون سيزار، عميد فريق الكوكب مراكشي، عميد فريق الكوكب مراكشي. والسيناريو الذي اشاهد الان وكاني بالفريقين راضيان على نتيجه التكافؤ. لما الجمهور يترقب ارتفاع وتيره المنافسه وهز الشباك كلا الفريقين، لان متعه كره القدم هي رفع الايقاع والاهداف، وحتى ان لم تكن اهداف يكون على الاقل هناك تهديد للمرمى واستيداد او ضربات راسيه او اشياء التي تعتبر سحر وتوابل كره القدم، وشيء ما حصلش في واحد النسبه مئويه كبيره في هذه المقابله. كره للوداد تمشي عند ايفونا، كونترول صحيح، وهناك الحكم يقول ضربه خطا، الحكم يقول ضربه خطا، يجيبها اللاعب بكاري كوني. بكاري كوني ايفواري 23 سنة، 23 سنة. طوشاك خطأ واضح، طوشاك قبل بداية المقابلة قل بأنه وضع جوج لاعبين من عيارين كبير في الدكة ديال البدلاء. أنا رسائل مشفرة من هذا المدرب لباقي اللاعبين باش تجلس ايفونا وكوني وتعطي فرصة للاعبين الشباب من ضمنهم جوستافو الأرجنتيني ولا جوج. هنا رسالة مشفرة بأن المكان ماشي النجومية، ماشي الأسماء الرنانة، إنما المكان بالجاهزية والعطاء والسخاء، والشيء اللي غنتمنى ينطبق على كل الفرق المغربية باش ترتفع الوتيرة ديال التبادل. هنا الفكر الاحترافي، هنا الفكر الاحترافي. حتى اللاعبين كيكونوا دوكا البدلاء هم مؤهلون، كيصعدوا المدرجات مطلوب منهم يتقبلوا القرار بصدر الرحب ويجتهدوا في التدريب باش ياخذوا الرسمية داخل الفرقين. إذا ضربت خطأ خطيرة، ضربت خطأ خطيرة. صاحب الاختصاص كوني سبق له سجل من مسافات شبيهة، سبق له هي بعيدة نسبيا، لما لا شيء مستحيل في كرة القدم، لا شيء مستحيل في كرة القدم. والجدار المراكشي مشكل من 6 ديال اللاعبين، بكري كوني سينفيد، الحارس المراكشي عبد العالي المحمدي. لحظة ترقب، كوني، كوني جانبت العمود الأيسر، جانبت العمود الأيسر دقة متناهية، نفذ بها، نفذ بها بكاري كوني. وتسديدة حركت يعني قلوب وأفئدة ومشاعر أنصار فريق الوداد. هم كثر في هذه المقابلة، تقريبا 15000 مناصر إلا ما أقول أكثر من مناصر الوداد حلوا بمدينة النخيل مراكش لتأتي الفضاء وإعطاء الدعم اللازم للاعبين، فيما الكوكب تناقش المقابلة بهدوء وبثقة في النفس وبترقب تفادي للمفاجأة. لاحظوا كيف يروض، لاحظوا كيف عمل ترويض الكرة من طرف بكاري كوني. هو جناح، إنما اليوم ربما في الدقائق المتبقية يلعب عنده خيارات ديال إعطاء مساحات يعني شاسعة كاختيار. كان هذا استراتيجية المدرب طوشاك لإخراج ما في جعبته، هو يمكن يسجل، يمكن يمرر، يمكن عنده حلول كثيرة. مفاتيح اللعب كثير منها توجد تختزل في الرجل اليمنى الساحرة للإيفواري بكاري كوني. عبد الإله منصور، كرة في طريقة السقاط، تبدو كروي، العياط يتوصل، يغير كليا كرة عرضية. المقابلات يمكن تتكرر بنفس النسخة، نفس السيناريو، نفس استراتيجية، ولا أحد يريد المجازفة، الشيء الذي ربما أفقد المقابلة الفعالية الهجومية وجعلت غرق بواحد 90% بهذا الصرامة التكتيكية وبهذا الاحتراس يمكن نقول المبالغ فيه، بنهج أسلوب دفاع متقدم، ديفونس أفونسي لكلا الطرفين. هنا دهاء مدربين ولا احد، ونكرر المره الالف، الفريق اللي سجل هدف الا وقع غادي يكون احسن من المقابله بواحد 95%. كره مراكشيه، هذا الملحاوي محاصر، محاصر باربعه لاعبين، كيف لك ان تمر، كيف لك ان تمر، صعب 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 جدا، يفقد كره بسهوله متناهيه. العمراني، كره عرضيه لعبد اللطيف نصير، نصير في الممر الايمن على المستوى الدفاعي، قرب منه يوسف رباح، يوسف رباح محطه وحيده لم تكن بالموفقه
ضمن دوري غير مصنف على المستوى الاوروبي. الامر يتعلق بالدوري البلغاري لكره القدم. الكثير من الناس كانوا كيشوفوا هذا اللاعب وقلت لعب مع العمراني وكثير من اللاعبين نفس نهائي كاس العالم مع الفريق الوطني للشبان في هولندا. كنا كنترقبوا جيل باكمله يمشي لمستويات كبيره مستوى الاوروبي وشي ما حصلش مع الاسف. هذه مساله عقليه، مساله انصهار و استئناس مع اجواء الاحتراف في المستوى العالي. انا اطرح التساؤل، الجيل ديال ياجور والبندامو العمراني الحارس برقادي كثير كثير من اللاعبين مستوى رفيع، ضرب مستوى رفيع في كاس العالم، ولكن السؤال كيطرح لماذا نهرجوا مستويات كبيره المستوى الاوروبي وما نجحوش المستوى الاحترافي الكبير؟ هذا هو السؤال العريض اللي كنطرحوا كما كطرحوا الانصار كره قدم مغربيه، كره وداديه، محاوله المرور لياسين كردي تمشي عند باكاري كوني يمرر، محاوله الارتقاء هذه القلعه البرتغاليه نيلسون سيزار يدخل لاعطاء الاضافه، يدخل لاعطاء الاضافه كيشكل الان تشكل الان مع السقاط ومنصور ونضيف حتى اللاعب عدنان سرحان ورباعي خط متماسك لدفاع فريق الكوكب مراكشي في هذه المقابله التي تصدق 76 صفر لمثله، صفر لمثله هي نتيجه هذه المقابله. نترقب ارتفاعات الوتيره، نترقب هدف هنا للكوكب او للوداد، نترقب تحريك الحارسين بن عاشور بدر الدين للوداد وعبد العالي المحمدي للكوكب فيما جيفرسون يتوصل. مقدم مجهود كبير، مقدم مجهود كبير جيفرسون والحكم رشيد بوالحواجب قريب من كل العمليات، يمكن نقول حتى الان موفق، موفق رشيد بوالحواجب من عصبه عبد الدكاله موفق في هذه المقابله. يمكن تكون بعض الهفوات طفيفه، لا هذا شيء عادي، الحكم راه بشر، الحكم بشر يمكن يخطا، انما حتى الان رشيد بوالحواجب ضابط المقابله وهادف المقابله واكثر من قريب من كل الاخطاء. هنا قوه حكم لومبلاسمون ديال الحكم مهمه، هنا قوانين ساري بها العمل في كره العالم كقوانين منظمه التحكيم، انما هناك اشياء فيها شويه ديال الشيء ديال الحكم من ضمن انه متى يترك الامتياز ومتى يصفر، كيف يتموضع في الملعب. هنا فرق ما بين حكم وحكم، راعيين حكام كثر برزوا في الدوري الوطني كره القدم في الخمس سنوات الاخيره وكثير منهم خدا الشاره الدوليه، تمرير لوليد القرطي، تدخل لدفاع فرق الكوكب والتماس في فرق الكوكب مراكشي. يعني نزل ايقاع المقابله بشكل ملحوظ هذا عبد اللطيف نصير 23 سنه، يعني دفاعيا هو موفق وكان المستوى الهجومي لم يكن موفقا على مستوى الكولوار في الممر الايمن، وان كان عنده بعض المؤازره ما بين الفين والاخرى سواء من نقاش عن طرف وليد القرطي صانع على فرق الوداد اللي هو الاخر اليوم يمكن نقول هو موفق دفاعيا اكثر منه هجوميا، شانه في ذلك شان باقي اللاعبين ديال فرق الوداد البيضاوي اللي ربما لا احد يريد الهزيمه في هذه المقابله، لا احد يريد الهزيمه في هذه المقابله. والكوكب عنده امتياز ديال الارض الملعب ولكن عنده امتياز ديال الجمهور، نعتبر ثلثي الجمهور حاضر هنا ومن انصار القلعه الحمراء لفريق الوداد. كره للكوكب، محاوله المرابره الاطراف، هذا عدنان سرحان، يعني اصبحت المقابله يعني ستاتيك، يعني وكان يبات ثابته في وكان اللاعبين لا يبارحون اماكنهم. كره وداديه، وليد القرطي قريب منه ايفونا يورى يراوغ جوج لاعبين، محاوله يبحث عن مؤازره، يمر لباكاري كوني، باكاري كوني ما سيفعل، محاوله ايفونا شهد المقابلة وعسر المقابلة وكعكة ديال المقابلة أضعها ايفونا، ربما جاته بطريقة غير منتظرة. ايفونا يهدد اول تهديد للوداد، هنا تمريره عرضيه، ارتقاء وليد القرطي توصل ولكن كان محاصر بالظهير الايسر للكوكب يونس قاد. هذه واحده من الامدادات الهجومي للوداد على ندرتها، لما عمل كونترول وعاد ندافع مع الكره انه كانت عنده مضايقه قانونيه بطبيعه الحال من طرف الظهير الايسر لفرق الكوكب خالد السقاط. كره للوداد، وليد القرطي يبحث على ايفونا يمرر للنقاش، نقاش ضائعه مستخلصه من طرف العياطي، اعاده البناء من المنطقه الدفاعيه للكوكب. خالد السقاط من جديد، ارتقاء ليوسف رابح، كره في طريقها للوسط مستخلصه من طرف وليد القرطي، قرطي لعبد اللطيف نصير، نصير عرضيه تمشي عند عميد بن رباح، بن رباح يعرج كليا في الممر الايسر، ياسين الكردي قد ينطلق، يجيد الاختراق والتمرير، يجيد الاختراق والتمرير، تابع ان دو ما واحد اثنين ما بين كوني وبن رباح، يمرر شميله، شوف التمريره ديال كوني حره طريقا، هز يوفق، هز يوفق يمرر
هذه التمريرة الوحيدة يمكن نقول الوحيدة التي وفق في اللعب على الطرف الفرنسي. أنا لا أترك أي شيء للصدفة ودون كل كبيرة وصغيرة يلزم يجتهد كثير التمرير. هو مدافع أقول أكرر على الطرف الفرنسي عنده إمكانات مهمة ويمكن يصبح طاهر أيمن من طرف الرافي، إنما يلزم السونتراج التمرير الجانبي هنا وسبق له ما توفقش الفريق الوطني في أكثر من مقابلة بهذه المعضلة بهذه المشكلة ديال السونتراج. يمكن يجتهد فيها في التدريب ويحسن المستوى ديالو ويصبح في وضع أفضل، إنما لا شيء ينقص من عبد الفتاح موسى كلاعب واعد، خاصة أنه لا زال صغير السن 23 سنة، كل مستقبل أمام هذا اللاعب. كرة ولادية تمشي عند الكوكبية، تمشي عند العياطي للسقاط، سقاط أليما يغير كليا نيلسون سيزار العميد، دخل منذ الدقيقة تقريبا 63 10 دقائق أمام فريقين، 10 دقائق أمام الفريقين، مقابلة على درجة عالية من الصرامة وعلى درجة عالية من الاحتراس وعلى درجة عالية من التعقيد التكتيكي، لأنه لا أحد يريد المجازفة. تغيير آخر الآن تغييرات هنا وهناك لإعطاء الإضافة وتغيير في زنومية المقابلة، لما حتى الآن التعادل هو سيد موقف. كعب جميل، طالوناج جميل، ياسين الكردي تمشي للوسط عند النقاش بالرباح يمرر عرضية تمشي عند يوسف رابح جميلة، إيفونا يتوصل بكاري كوني فرصة يترك فيها. يعني هنا الحاكم واش ترك الامتياز ولا ما تركش، إنه ولا ما تركش امتياز، دخل لاعب الوداد وتعرقل في المعترك، إنما إذا صفر على ضربة خطأ قبل هذا قرار آخر سنعاين. هنا الليتيج يمكن يبقى في المقابلة، وهذا قرار اثار حافظه انصار الوداد. هنا قوه يلا كم تعدت، هنا شوف لامور ديال الصدر، هنا غيمشي، هنا كاين ضربه خطا بيون افون ترك الامتياز. شكون اللاعب اللي اختار الكره من بعد؟ هنا في كيليتيج ديال المقابله، هنا الا كان شي بلون دونسومبل، كان شي صوره واضحه علويه زملائي التقنيين باش نشوف يعني اللقطه والمشهد من بدايته حتى نهايته على اي قرار حكم مقابله. يعني ولكن ما عرفتش الصفر قبل ولا لا، اذا كان عطى دابا الان ضربه خطا وما تحدثش على العرقله اللي قبل اللي من بعد، اذا الصفر من قبل وعطى ضربه خطا للوداد. هنا بكاري كوني، هل تكون الثانيه ثابته على اي هي اقرب بكثير من الاولى وعلى درجه عاليه من الخطوره؟ ما سينفيد هل ياسين الكردي ام بالرابح ام بكاري كوني؟ ثلاثه لاعبين، كره على درجه عاليه من الخطوره، كره للوداد، ياسين كردي يتقدم، هذا بالرابح بكاري كوني اشتطمت احد اللاعبين وتعطيه ضربه او زاويه لفريق الوداد. يعني حتى اللاعبين نقولوا صراحه مسهلين المامور ديال الحكام، ما داخلينش معاه في الليتيج، ما داخلينش معاه في النقاش، همهم الوحيد انهم يعطيو بسخاء ويوصلوا للشباك ويحطوا الاهداف المرسومه من المدربين طوشاك ومن دبي. كره للوداد، واحدة من الزوايا النادرة، بكاري كوني، إيفونا أنعش الخط الأمامي للوداد، بكاري كوني كرة في طريقها لجيفرسون بالكعب تمشي مستخلصة، النقاش في المكان المناسب، مقدم عرض كبير لاعب النقاش، هذا بكاري كوني يمرر وحصي اندفاع رهيب للوداد، ياسين كوردي يتوصل، استقاطة ودادية، إنما هناك صرامة مراكشية ويقظة مراكشية تفاديا للمباغتة، سنترال جميل تمشي كرة عرضية رائعة، الكونترول أروع من جديد، دخول كوني أنعش خط وسط والخط الأمامي للوداد، كرة للوداد، الكرطية يراوغ يبحث عن القنطرة الصغيرة في منطقة استراتيجية من المقابلة. هنا فرق ما بين لاعب مجرب ولاعب في أولى الخطوات، كان عنده حل آخر، عنده حلول كثيرة غير الحل اللي قام به الآن. ما غنضيف شكر، تقريبا 10 ديال الثواني جوج ديال الاخطاء، ما نقولش باردوناب هو باقي لاعب صغير، ولكن يلزمو يتخلص من هذه في كرة القدم الزيادة اللي ما نترجم لها شي حاجة، بطبيعة الحال ماشي أنا أنصار فريق الوداد، أما الله غالب كنتابعو كنسمي أشعب مسميتها ابن الوزي عوام. سوفيا البيجا يدخل مكان جيفرسون، 19 سنة، نتمنى يقدم ما قدمه والده في ميدان كرة قبول أكثر من ذلك. على أي البيجا الآن مؤكد في أيادي آمنة داخل البيت مراكشي محتضن، يعني نتمنى يعطي الإضافة
كرة القدم المراكشية في مستقبل السنوات، شأنه في ذلك شأن كل الآلاء والنجوم اللي يمكن يأتوا الدوري المغربي كرة القدم. كرة مراكشية، عبد الإله منصور، ارتقاء العمراني، ناضج العمراني من اللاعبين القلائل اللي كيرتكبوا أقل أخطاء في الدوري المغربي كرة القدم. ما كيضيف ما كينقص، بلغة كرة القدم إلي كوريكت، يعني وخصوصا مدافع ليبيرو أي خطأ يمكن يؤدي الثمن غالي، هو الشيء اللي ما حصلش الآن وفي كثير من اللقاءات، وأكثر من ذلك هو مدافع بيتو بالهداف، مستخلصة من طرف الكوكب، تمشي لعند عدنان سرحان للوسط، أول لمسة للبهجة، أول لمسة لسفيان، عدنان من جديد، كرة في طريق الحارس عبد العليم حمدي، يعني تخوف كبير والعياطية توصل، نص الدقة 85، يمكن إلى انتهت مقابلة التعادل ترضي الطرفين، لما لا ثقة في كرة قدم، وكرة قدم لا تنتهي إلا مع الصافرة النهائية. يوسف رابح من جديد يغير الوجه عند الحارس بدر الدين بن عاشور، جميلة تمشي عند ياسين الكردي قريب له أمير العطوشي، عنده حلول كثيرة، هذا العميد محمد بن رابح هو لاعب خط وسط، إنما ما كيلعبش باندفاع هجومي، هو لاعب ربط، إنما كيبقى تقريبا في المنطقة ديال الوسط، في وقت الدور موكول للاعب وليد الكرطي يمشي يتقدم أكثر للخط الأمامي، وهنا واحد من الكونترول غير صحيح للاعب عبد اللطيف المصعب. العياطي من جديد، المقابلة لم تبارح المستوى المتوسط كإيقاع، نظرا للأشياء العديدة التي قلتها على امتداد دقائق هذا النزال، ومن ضمنها الصرامة التكتيكية والدفاع المتقدم والضغط على حامي الكرة على الأقل بجوج حتى ثلاثة اللاعبين، وش الذي فوت فرص عديدة وقلص إمكانية الوصول للمرمى، فرصة للكوكب، هذا العلولي يمر بلد الملحاوي مرار، إنما يجيب زاوية وسوء تفاهم بين العمراني وأمير العطوشي. العمراني غاضب من أمير العطوشي، ربما كان يطالبه بحل آخر غير هذا الذي فعله، الذي به يتوصل فرق الكوكب بزاوية. هناك الدائر أيسر سقاط، نترقب نهاية المقابلة، هناك ياسين خالد سقاط، كل لاعبين ديال الوداد أمام مرمى الحارس بدر الدين بن عاشور، زاوية مراكشية، العلو ديلي خالد سقاطي مرر، تدخل أميل عطوشي، إبعاد مباشرة للتماس، تماثيل الكوكب، تصبح الآن ظاهر أيمن لخالد سقاط لضرورة أحكام، قريب من المكان اللي نفذ منه ضربة زاوية، ضربة مقاس في لحظة أو منطقة استراتيجية، مستخلصة من طرف بالرابح ضائعة، واحدة من اللحظات الصعبة لفرق الكوكب، محاولة المرور، إنما سفيان تأخر، كرة ودادية، مشاهدة بكاري كوني، لاعب رهيب، إمكانية مهمة، بكاري كوني مرر، فرصة كرة المقابلة، وليد الكرطي لم يكن في المكان المناسب، يعني لاحظوا ماذا يفعل هذا بكاري كوني رهيب، لاعب على المقاس، بلغة كرة القدم ماشي طماع، الفقط خصو يمر هو الشيء يفعل وليد الكرطي، إنما حارس يقيد، عبد العالي محمدي ربح كبير للكوكب، حارس مواصفات مهمة، كرة ودادية، استقاضة ودادية، كرة في طريق النقاش ضائعة، مستخلصة من طرف سوفيا البهجة، محاولة المرور، الحاكم يقول وصلوا، ليس هناك خطأ، كرة للوداد، يوسف رابح لبكاري كوني، لمن؟ كل اللاعبين المراكشيين تقريبا في منتصف ملعبهم أمام مرمى الحارس محمدي، كرة للوداد، تمشي عند بكاري كوني، قريب غيغير كليا، عرضية تمشي عند ياسين الكردي قريب منه العمراني، يمكن يراوغ، عنده حلول كثيرة، ياسين الكردي من جديد، تمشي عند النقاش لأمير العطوشي، مجهودات كبيرة وسخاء بدني كبير للاعبين للخروج من هذه الصرامة التكتيكية اللي رسم كل من طوشاك مدرب الوداد وهشام الدمعي مدرب فريق الكوكب المراكشي. فرصة ارتقاء وخروج موفق للحارس، ناصي الدقة 89، إذا انتهت مقابلة التعادل يمكن نقول نتيجة منطقية، إنما لا ثقة في كرة القدم، كرة للوداد تمشي عند عبد اللطيف نصير قريب منه إيفونا، عنده قريب منه وليد القرطي للنصير، نصير يمكن إرسال إمدادات في العمق، تمشي عند الفرصة للبرابح، بالرابح تمريرة ضائعة، تمريرة موفقة، وإن كان لعب إيفونا موفق في بعض الإمدادات خصوصا البينية والقريبة من مرمى الحارس المراكشي،
بي اون افون صعبه جدا لسوفيان البهجة امام اللاعب يوسف رابح. يعني بي اون افون اصطدام عفوي لما صعب 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 جدا اصطدام عفوي، ولكن صعب ما بين المهاجم سفيان البهجة اللي دخل منذ حين والمدافع الولادي يوسف رابح. نتمنى تكون إصابة طفيفة لكلا اللاعبين، ولكن المقابلة جرات هنا إعادة يعني اصطدام عفوي، إنما نظن بأن إصابة يوسف رابح لا تبعتها القناة. هنا تسديدة ديال وليد كرطي، إنما الحارس ملع تراجيكتوار، هنا الخروج موفق، الحارس موفق هو اللي خرج في التايمين صحيح، ما تيتركش الفرصه اللي كيجعل المهاجم في التردد، هو الموقع اللي كان فيه وليد الكرطي بعد خروج الرائع للحارس المراكشي اللي من الزاويه وحرم الوداد من هدف. ثلاثه ديال الفوار، اربعه الفرص كانت حقيقيه للوداد على امتداد الدقائق هذه المقابله، ولكن كان هناك دفاع يقظ وحارس اكثر يقظه هو الحارس عبد العلي المحمدي، هو الحارس عبد العلي المحمدي. الكثير من الانصار ديال الكوكب بداو كيغادروا الملعب الجديد مراكش في الوقت اللي انصار فريق الوداد في حالة ترقب بأي سيناريو ستنتهي هذه المقابلة. يوسف رابح والبهجة سيدخل لمواصلة المقابلة في الوقت للوداد الآن تناقش الدقائق الأخيرة، 90 دقيقة انتهت، سيضيف ضيف حكم ثلاثة حتى أربعة دقائق، أربعة دقائق هو الوقت البديل في هذا النزال قمة الدورة الخامسة. وإن افتقدت للأهداف إنما كانت صارمة وكانت مثيرة في الجانب البدني والتكتيكي الذي قدمه لاعب الفريقين على امتداد الدقائق 94 بحكم أن الحكام ضاف 4 دقائق كوقت بديل منذ حين. كرة للوداد تمشي عند باكاري، باكاري ضائعة، سقط يتوصل، إرسال إنما العطوشي في مكان مناسب، العطوشي في مكان مناسب، النقاش إبراهيم سخاء كبير لهذا اللاعب في خط الوسط، 32 سنة إنما عطاء كبير، يمكن نقول حرث أرضية الملعب، النقاش هادئ إنما كريكوبيراتور كلاعب استرجاعي لعب بطاريتين، بطاريتين، فرصة للوداد، هذا إيفونا، إيفونا ولكن مراقب بشكل صحيح من طرف نيلسون سيزار، نيلسون سيزار البرتغالي والمجرب والمخضرم 34 35 سنة، نيلسون سيزار حسنا فعل المدرب هشام دمعي لما أدخله تقريبا في 20 25 دقيقة الأخرى باش يعطي المناعة المطلوبة في الخط دفاع فريق الكوكب المراكشي. آخر فترة هذه المقابلة هشام العمراني في واحدة من خرجاته الهجومية يمر لعبد اللطيف نصير، نصير محاصر بجدار مشكل من خمسة لاعبين، من جديد النقاش، النقاش يمر للرابح، الرابح قرب منه ياسين الكردي، ياسين الكردي بل عنده حل آخر، يمر فرصة العلامة الكاملة للحارس المراكشي، الحارس عبد العالي المحمدي يعني سد مانيع وربح كبير، وقلت ذلك قبل المقابله وفي بدايه المقابله وغنبقى نكرر، ربح كبير للكوكب ماشي في هذه المقابله، انا شاهدته في اكثر من محطه وحتى في حصص تدريبيه كيتمرن بواحد الشكل شرس، مستقبل كبير امام الحارس، كيعرف الزاويه، كيعمر تراجيكتوار، هنا حارس يقيد شرس واثق من قدراته يمشي، الحارس الممتاز هو يخرج التايمين صحيح وكيكون واثق من قدراته في خشبة الثلاث، هو الشيء اللي حاصل له الان، تدخلات انتحاريه ورجوليه وعلى درجه عاليه من نص بالرغم من صغر سن هذا الحارس، وما احوجنا لحارس من هذا العيار في مستقبل السنوات، انه حارس كره القدم حارس مرمى 50% من قوه اي فريق، الى عند ضعف ريال مدريد حاليا هو التدهور الكبير في الاداء ديال الحارس الايقونه الحارس ايكر كاسياس، منكو عندك حارس كبير تتكون عندك واحد 50% ديال الثقه زائده، واش يتمنى يحصل في الفريق الوطني وفي كل الفرق المغربيه، يتلقى الاسعافات الضروريه، يتلقى الاسعافات الضروريه، مؤشر كثيره تقول المقابله تقترق التعادل السلبي، يمكن نتيجه ترضي الطرفين ان يعني لم ترضي الانصار، وحتى المقابله جاءت بسيناريو مغاير للذي كان مرتقبا على اعتبار طوشاك وتجربه مدرب وفتوه مدرب، انما اليوم هشام دمعي ناقش طوشاك لاعب بلاعب ونهج بنهج، وبذلك صعب صعب الحلول على اللاعبين، اما كمجهود بدني كعطاء يعني
تحيه للاعبين كما بغى يكون الحال، تحيه لانصار الفريقين. وان كنت اتمنى ان فصيل كريزي بويز في تيان المجانين للكوكب يكونوا حاضرين، وشي ما حصلش في المقابله، قاطعوا المقابله هذا اشهر فصيل لفريق الكوكب المراكشي. انما املي كبير رجعت الجمهور مستقبلا لفريق الكوكب، لان الكوكب الان واحد من الفرق المهمه التي تؤدي الفضاء. الكوكب في حاجه ماسه، الانصار هم بالالاف في مراكش وخارج مراكش، فبداك امل كبير باش يرجع فصيل كريزي بوز لمؤازره فريق الكوكب المراكشي، وتاع العلامه الكامله لانصار فريق الوداد وفصيل الفائزون والمنتصرون الوينرز اللي قدم تيفو ربما سابقه قبل بدايه المقابله. انا اسميه التيفو المعلق والتيفو العملاق والتيفو الاسطوري الذي سيتغنى به الوداديون طويلا في هذه المقابله وفي تاريخهم الرياضي. انتهى المقابله لا غالب ولا مغلوب، التكافؤ صفر لمثله، ربما نتيجة أرضت الطرفين. عناق كبير بين اللاعبين وأنصار الوداد في لحظة انتشاء، تقريبا 25,000 متفرج تابع المقابلة، ثلثين من هذا الجمهور حل من مدينة التربيطة. الكوكب في الطريق الصحيح، لا خوف على الكوكب، والقلعة الحمراء للوداد وقطار الوداد يعرج المكانة الطبيعية ديالو. نحن نشاهد هذا التيفو العملاق، تحية لكم زملائي التقنيين. للذكرى فقط رسالة مشفرة من أنصار الوداد بأن أنصار